وإلا بأبي بكر وعمر ومعهم ميت والنبي يحفر بقبر. وقال لعمر وأبي بكر: ادنيا أخاكم ورسول الله يدعو للميت ويقول. لما وصل النبي إلى تبوك أرسل برسالة إلى فلسطين لهرقل، فلما وصلت الرسالة إلى هرقل تغير وجهه وناظر الرهبان الذين معه واجتمع معهم وأخبرهم بوصول المسلمين إلى تبوك وأن محمد يدعوه إلى ثلاث: إما الإسلام أو أن نعطيه مالنا على أرضنا أو الحرب، وأنتم تعلمون عنه ما ذكر بكتابنا وأنه سيأخذ ما تحت قدمي. فغضب القساوسة وقال أحدهم: تدعونا لترك نصرانيتنا أو نتبع أعرابي من الحجاز؟ فشعر هرقل بالخوف من القساوسة فصفق وقال: لقد نجحتم بالاختبار، أي أنه يختبرهم. فخرج هرقل من المأزق بذكائه، وخرج القساوسة من عند هرقل، فأرسل هرقل إلى رجل نصراني من العرب وأعطاه رسالة وأمره بتوصيلها إلى محمد في تبوك، وقال له: انظر إلى رد فعل محمد، هل يذكر شيئا من رسائله التي أرسلها لي قديما أم يقرأ رسالتي ويذكر الليل بكلامه؟ وانظر إلى ظهره، هل فيه شيء يريبك؟ فقال رسول هرقل: عندما اقتربت من جيش المسلمين كان هناك رجال كثر حول رجل منتحب، فقال لهم: معي رسالة من هرقل لمحمد، دلوني عليه. فقالوا: أنت عنده. فاستغربت بأن قائدهم جالس بينهم، فأخذ محمد الرسالة ووضعها بحجره وسألني: ممن أنت؟ فأخبرته أني من نصارى العرب. فقال له النبي: هل لك بدين الإسلام دين إبراهيم حنيفة؟ فقلت: لا أستطيع أن أخرج من ديني وأدخل دينا ثاني دون إذن قومي، فأنا رسول قومي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن ثم بدأ يسألني عن كتبه التي أرسلها لهرقل، ومن ثم أعطى محمد رسالة هرقل لمعاوية وقال له: اقرأها. فكان في رسالة هرقل شيء واحد جاء فيها: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النهار؟ فقال محمد: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ فتذكر رسول هرقل قول هرقل له: هل سيذكر محمد لك الليل؟ فقال لي محمد: إنك لرسول وإن لك حق، فلو وجدنا لك جائزة لجوزناك إياها، يعني لو معنا هدية لأعطيناك، ولكننا في سفر. فقام رجل منهم وأعطاني لباسا أصفر كنوع من الهدية، وأمر محمد برجل ليرافقني حتى أخرج من المنطقة التي فيها جيش المسلمين. وقبل أن أبتعد نادى علي محمد، فأقبلت هاويا عليه، فنزع لباسه عن ظهره وإلا بخاتم على ظهره، ومن ثم عدت إلى هرقل. فكان محمد يعلم كل شيء دار بيني وبين هرقل. وبعد رحيل رسول هرقل تقي النبي مستعدا هو ومن معه لملاقاة الروم بأي لحظة. وقال عبد الله بن مسعود: خرجت بالليل إلى النبي فلم يكن في خيمته، فبحثت عنه وإلا بشعلة نار بعيدة فاقتربت منها، وإلا بأبي بكر وعمر ومعهم ميت والنبي يحفر بقبر. وقال لعمر وأبي بكر: ادنيا أخاكم ورسول الله يدعو للميت ويقول: اللهم إني أمسيت وأنا راضيا عنه فرض عنه، وإلا بشاب من جيش المسلمين مات من الحمى. ومرت أيام والمسلمون ينتظرون جيش الروم في تبوك، ولكن الروم لم يجرؤوا من الاقتراب من جيش المسلمين، فأرسل النبي بالسرايا لمهاجمة القبائل المتحالفة مع الروم.
ليدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، ومن ضمنهم سرية خالد بن الوليد، فخضعت القبائل لحكم النبي ودفعوا الجزية وانسحب الروم دون قتال، وكفى الله المؤمنين القتال.